نصب لتمثال المتنبي الشخص تنعكس صورته على مرايا نهر دجلة الذي يلاعب بلطماته الحنونة هيكله، شاعر يهيبه الزمان ويهينه أحفاد بلده، عبثا وتخلفا ووعيا ثقافيا معدوما تماما من قبل بعض الأشخاص المتجولين الذين اتخذوه وسيلة للسخرية في لقطات صورية يخجل منها من حوله وهو يراقب عن بعد أو قرب. المؤسسات المعنية توجيه وإرشاد المواطن بالنظافة واحترام هذه المكان المرموقة لكي يكون، لأن كثير من السواح الآن يأتون سياحة دينية أو سياحة ثقافية آثرية، ينبغي احترام هذا الصرح، يعتبر من إرث حضاري ونفتخر به عبر التاريخ ميزوبوتاميا بابلون. المواطن يحاول أن يعبث بهذه الأشياء من خلال الجلوس على النصب أو الوقوف بجانبه أو وضع بعض الأشياء تساهم بتشويه وإهانة النصب نفسه وإهانة المكان، لذلك يجب أن ينتبه الناس لهذا الشيء، مثل ما حدث مع تمثال أبو نؤاس قطعوا له أصابعه، هذا قلة الوعي، عدم الإدراك بالمسؤولية. في حال استمر الوضع على ما هو عليه فقد يكون النصب هو الضحية الثانية بعد تمثال شهريار الذي أطاحت الهمجية والتخلف بأصابعه الفولاذية. في بلدان العالم تقدس التماثيل التاريخية وتحاط بحراس أمن وشريط يمنع المتجولين من الاقتراب، أما في العراق فالتراث والنصب يعبث به وكأنه هيكل للأطعمة والأمتعة والتنزه. يحتاج أن تكون هناك انتباه وعملية توعية من قبل أولا القائمين على شرع المتنبي، وحبذا لو كان هناك عملية وضع سياج والحد من عملية الصعود والتسلق على هذا التمثال الذي أصبح للأسف أقول موطئ قدم لتجاوز بعض الشباب أو الأطفال حتى، وينبغي أن نعطي صورة حضارية. اليوم أنا أتكلم عن مشهد على أقل تقدير ما لاحظته في إسبانيا، عملية منع التصوير في استخدام أي أجهزة موبايل أو حتى الكاميرا العادية الفوتوغرافية داخل تلك المعالم السياحية، كانوا يخشون من النبض الإضاءة الذي يخرج من الفلاش على تلك المعالم التراثية. مواطنون، مراقبون، شخصيات سياسية وأكاديمية تحمل أمانة العاصمة المسؤولية الكاملة لما يتعرض له تمثال المتنبي من انتهاك بشري صريح، وتقدم مقترحات عدة لعلها تنقذ هذا الصرح من السقوط. مشهد ولد تساؤلات عدة، هل ما يحدث هو حب للفضول في لمس الأشياء؟ أم هي جلسات تصويرية على طراز حديث؟ أو هو ضعف في الوعي الثقافي انتهك هيبة نصب المتنبي؟ من بغداد ضحى عنبر الرشيد.